تشاهدون في عدد اليوم من برنامج العيادة مرض أزهايمر، أسبابه، أعراضه، وكيف يمكن علاجه. في فقرة التغذية سنتحدث عن المكسرات، أنواعها وفوائدها على الجسم. أما في الرعاية الصحية فسنقدم لكم أهم النصائح من أجل وقاية أنفسنا من الفتق. لنتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي الأسبوعي العيادة. والبداية بالموضوع الصحي لنهار اليوم اللي خصصناه لمرض يصيب أساسا فئة المسنين واللي هو مرض الزهايمر. اكتشف هذا المرض لأول مرة سنة 1906 من قبل الدكتور ألويس ألزايمر، حيث لاحظ تغيرات غريبة في دماغ أحد الجثث التي قام بتشريحها. وعندما سأل عن صاحبة الجثة وجد أنها كانت تعاني من فقدان للذاكرة وأيضا من تصرفات غريبة في سلوكياتها اليومية. إذن مشاهدينا، ما هي أسباب الإصابة؟ ما هي أعراض مرض الزهايمر؟ ومتى يجب الفحص؟ وهل يمكن أننا نقي أنفسنا من هذا المرض؟ مشاهدينا، الإجابة عن كل هذه التساؤلات وأخرى تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع وإعطانا أكثر تفاصيل أسعد باستضافة الدكتور ديدي أمال، هي طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب. مساءك سعيد ومرحبا بك في برنامج عيادة. إذن مرض الزهايمر هو مرض يصيب خلايا الدماغ ويتسبب في فقدان تدريجي للذاكرة وأيضا لمختلف القدرات الفكرية. فكبداية لنقاشنا، أود لو توضحين أكثر ماذا يحدث بالضبط على مستوى الدماغ حتى تظهر الإصابة. دونك عند المريض اللي عنده راح يدير المرض زهايمر، على اختلاف انسان اللي متقدم في السن، سن الشيخوخه، يقدر ينسى كما اي انسان. ولكن واش يجرى عند المريض اللي عنده مرض زهايمر؟ هناك دي بيرتورباسيون يصراو في الخلايا الدماغ، تخص بروتينات عندها دور مهم في نقل المعلومه بين خليه واخرى. هذه البروتينات موجوده عندنا كامل بطريقة عادية عند الأشخاص العاديين، يصرى لها اللي تتفكك ويتم تخلص منها من الجسم طبيعيا. ولكن عند المريض اللي عنده مرض الزهايمر التخلص منها غير ممكن، يعني راح تبقى موجودة وتتراكم في الدماغ وتشكل في معظم الحالات ماركور تاع المرضية تاع الإصابة لويحات. هذه اللويحات تتشكل بين الخلايا العصبية وعندها مواقع استراتيجية اللي عندها على مستوى الدماغ عندها دور في 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 الذاكرة، في ذاكرة في نقل المعلومة وتخزين المعلومة واستعمالها بعد تخزينها. كاين ثاني بروتين اونوتر بروتين لي نورمالمون هي اللي تخلي الهيكل العصبي يكون سليم وتخلي الشبكة العصبية تعمل بطريقة سليمة. هذا البروتين راح تصاب بتعديل كيميائي، دوفيان فوسفوريلي، لا بروتين تو فوسفوريلي، يعني يتغير شكلها الكيميائي، يتغير شكلها كيميائي وراح تشكل شعيرات سكون ابل لا ديجينيرسونس نيوروفيبريلير. هذه الشعيرات يتراكموا داخل الخلايا العصبيه، الشيء اللي يؤدي لها الى الموت. وهذا التغيرات الكيماويه اللي تصرى في الدماغ يصرى بطبيعه الحال مشكل في 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 الذاكره وكل القدرات في عمل والسياره العصبيه على مستوى خلايا الدماغ. اذا هذا المشكل اللي يمس خلايا الدماغ شفنا انه راجع لاضطراب اساسا يكون في بروتينات موجوده في الجسم. طيب هل فيه ربما سبب معين يؤدي الى ظهور هذا الاضطراب؟ هل فيه سبب مباشر يؤدي الى ظهور مرض الزهايمر؟ وبالمقابل هل فيه عوامل محفزه، يعني دي فاكتور دو ريسك، اذا وجدوا عند هذا الشخص اللي هو يتابع فينا فممكن ان يكون عرضه للاصابه بمرض الزهايمر؟ في الحقيقه ليومنا هذا ما ناش عارفين علاش
شخص يدير مرض الزهايمر وشخص آخر ما يديروش. ما كاين عوامل خطورة، كاين بحوث لحد الآن راهي تصرى باش pour qu'on découvre la cause، ما كاين عوامل خطورة اللي تخلي المرض يبان مبكرا ويتطور بطريقة أسرع. دونك من العوامل هذوما اول عامل هو السن، السن المتقدم. وحنا في السنوات الاخيره لاحظنا ان معدل المتوسط للعمر يزيد، دونك نتيجه انه انا نكتشفوا اكثر عند الاشخاص المسنين حالات اصابه في مرض الزهايمر، وشي هذا صديق يخلينا نكتشفوها في اغلب الاحيان في مراحلها الاولى. طيب نبقاو دائما فيما يخص السن، سؤالي ربما يدور في بال المشاهدين، هل الشباب هم عرضه للاصابه بمرض الزهايمر؟ السن المبكر يقدر يحمي المريض، يحمي الشخص من انه يديفلوب لا مالادي، مي كاين عوامل وراثيه وعلال وين يكون مشكل في الجينات، انسان يخلق به اللي يخلي المرض هذا يقدر يبان في سن مبكر، مالادي دالزهايمر جوفينيل كي سورفيا، صدير تقدر تجي في سن مبكر. يعني هو نوع اخر من الخرف. مازلنا في مرض الزهايمر، مازلنا في مالادي لكنه خاص، مي الحاله السن كاين فرق في السن. يقال ايضا ان النساء هن اكثر عرضه للاصابه بمرض الزهايمر، هل هذا صحيح؟ وي صدير في بعض الاحيان نلقاو ميم دون كونسلتاسيون في الفحوصات نشوفوا النساء اكثر عرضه، لان المراه لاحظنا انها تعيش اكثر من الرجل. هذا هو يعني هذا معروف ان طبيعه عمل الرجل تخليه انه يكون عرضه لاصابه بحوادث ونسبه الوفاه تكون اكبر عند الرجال. الان فيما يخص النمط الغذائي، هل لطبيعه الغذاء ايضا دور في ظهور مرض الزهايمر؟ وي كاين بزاف دايوغ في من عوامل الوقايه اللي تساعد انه الانسان يكون اقل عرضه للاصابه بهذا المرض، هو ان ريجيم غني بالالياف، الخضر والفواكه، لي اوميغا 3، لا فيتامين او باغ اكزومبل، وهاد المنافع هذو نلقاوها في الريجيم تاع البحر الابيض المتوسط، سكون ابل لو ريجيم ميديتيرانيا ولا لو ريجيم كريتوا. هذا النوع من الريجيم رانا ننصحوا به المريض، حتى في البلدان الخارج يصحوا به المريض باش يعاونوا باش يتجنب العرضه لمرض الزهايمر ولا امراض القلب والاوعيه كذلك. يعني هو نمط غذائي لازم يكون غني بالخضر والفواكه، غني بالاملاح المعدنيه والفيتامينات والدهون الغير مشبعه، الويل دوليف باغ اكزومبل، زيت الزيتون، تجنيب اللحوم والدواجن، كثره من اكل الاسماك باغ اكزومبل. دونك يقال أيضا أنه كلما زاد استخدام المخ، وهنا نتكلم من الجانب الدراسي من الجانب العلمي، يعني الشخص يقرأ كتابات يحفظ يخدم الدماغ تاعه، راه هذا الشيء يقلل من خطورة الإصابة بمرض الزهايمر، هل هذا صحيح؟ نعم، التعلم والقراءة وتنشيط القدرة الفكرية ماهيش غير قراءة، يقدر إنسان ما يكونش جامعي، ما يكونش قرا، ما يكونش دخل المدرسة، ولكن عقله نشيط باسكو داخل يخدم، عنده أنشطة فكرية، باغ إكزومبل لي جو ديشيك، الشطرنج، ميم المرأة الماكثة بالبيت بالك داخلة في جمعيات الطرز، لا بينتور، لا ميوزيك، دونك هذو كامل عوامل يحفزوا الذاكرة، ويقدر يكون لاحظنا أنه الأشخاص خاص اللي مرضوا بمرض الزهايمر ويكون عندهم في السوابق تاعهم اعمال هكذا يحفزوا الذاكره تاعهم، نسبه الخطوره والتطور وسرعه التطور تكون ابطا من عند انسان اللي با اكتيف انتليكتويل. بالفعل هو اكيد هذه تبقى فقط عوامل خطوره محفزه، اذا وجدت فراح تزيد فقط من فرضيه الاصابه، ولا يعني اطلاقا حتميه الاصابه بمرض الزهايمر. هذا يخلينا الان نمر الى نقطه مهمه، وهي اهم الاعراض اللي اذا ظهرت عند هذا الشخص المسن فراح تخلينا اننا لازم علينا ندوه على جناح السرعه عند الطبيب المختص من اجل الفحص.
قبل ما نمر لهذا السؤال حبيت نزيد عامل خطورة مهم جدا في مادي الزهايمر سي سوابق القلب أمراض القلب والأوعية لي فاكتور فاسكولار الضغط الدموي ارتفاع الضغط الدموي مرض السكري السمنة لي ديسليبيديمي هذو كامل عوامل لاحظنا أنه عندهم علاقة مباشرة مع سرعة وخطورة مرض الزهايمر وهذا يساعدنا أن في لابريزونشار يعني كي نحبوا ناخذوا العلاج نعالجوا مريض الزهايمر ما ننساوش هذه العوامل لازم نتغلبوا عليها ونعالجوها يجب يعني إحداث استقرار لهذه المشاكل لأن وجودها ربما راح يزيد يعرقل من حالة مريض الزهايمر طيب الآن المريض ظهرت هذه الأعراض خديناها عند الطبيب المختص في الأعصاب هل فيها فحوصات معينة تقوم بها من أجل تشخيصكم للإصابة أو فقط هذه الأعراض هي كافية من أجل القول أن هذا المريض هو مصاب بالزهايمر في الأول المريض الأعراض اللي تجيه نسيان نسيان يقدر يكون طبيعي في أول مراحل يقدر يجي جوست بوغ ان اوبلي دونك حنا كي يجينا المريض لازم الاستجواب دقيق لهذا المريض اولا اول مرحله استجواب يكون دقيق للمريض ولا للشخص عايش مع المريض اللي يعرفوا كيفاش كان مقبل ويعرف التغيرات اللي راهي تصرى له اللي ما كانش هكذا من بعض الاعراض اللي يقدر يجي باغ اكزومبل يحط حاجه ما يعرفش وين حطها يخرج يتودر في الطريق في الشارع تاعو يقدر يتودر فوالا يا دي بيتي سين هكذا حنا كي الانسان يجينا بهذا الشكاوي هذوما دونك الاستجواب وبعدين نديرو دي تيست سكون ابل لي تيست كوجنيتيف ولا اختبارات ادراكيه سي دي تيست تري سامبل تاع الحياة اليومية كيفاش يستعمل اسكو قادر يستعمل الهاتف اسكو هاد ربة العائلة راهي تقوم بالأعمال في دارها كما كانت بكري تقدر دير الفطور تقدر دير الحشاء تقدر تقوم بدارها هذا الأب راهو يقدر يروح يخدم خدمته ولا يستكلف بالفواتير تاع يعني حياته الطبيعية اللي كانت حياته الطبيعية اسكو هاد المريض راهو يشرب الأدوية تاعو وحده ولا كان يشربهم وحده ويعرف الوقت ولا دوز ولا ما يقدرش يعرف الوقت ولا ما يعرفش كيفاش يشربهم دونك هادو ما سي دي بيتي سين اللي خليونا نميلوا للمشكل في لي تيست كون في التجارب الاختبارات اللي نديروها للمريض تعاوننا ان ناكدوا انه كاين خلل في الذاكره وتعاوننا ثانيك باش نعرفوا درجه الخلل وين راهو لاحق في اي مرحله هذا المريض راهو لاحق وصل بعد هذا المرحله هذه لازم الناس تعرف انه كل خرف ماهوش هالزهايمر فدير تو توبلي لي با فورسيمون الزهايمر عندنا عده انواع من الخرف اللي تشبه الزهايمر وهذو لي تيست هذه الاختبارات يساعدونا باش تفرقوا بيناتهم نفرقوا بيناتهم وكاين heureusement des oublis des problèmes تاع الذاكره اللي نقدروا نداويوهم يعني يداووا كومبليتمون يعني يكون فيه مشكل عضوي ظهر على مستوى الدماغ ربما كالاورام اورام تروماتيزم كرانيا نيماتوم سوديرال باغ اكزومبل اي ميم الجلطات الدماغيه الجلطات الدماغيه ايضا كيما لي افي سي بوف دوني ان اوتر تيب دو يعطيونا نوع اخر من الخرف اللي ما يطلبش نفس تريتمون وفي بعض الاحيان يكونوا متخالفين يعني الانسان هذا راهو يدير بروبليم فاسكولير وزهايمر اون ميم طون وكاين مشاكل يكونوا في باغ اكزومبل هرمونيه في الغده الدرقيه لا تيرويد تقدر تمد لما ما داويناهاش سورتو في لي تيرويديت المشاكل اللي يمسيو يمسوا الالتهاب ولا المناعه تاع لا تيرويد يقدر يمد انواع من من من, من الخرف ولو كان مدوا العلاج لهذا المرض الخرف راح يقدر يتحسن وبالتالي فظهور هذه الاعراض يعني كاول وهله يجب انكم تحاولوا انكم تتخلصوا من مشكل اخر عضوي ادى الى ظهور
هذا النوع من الخرف من خلال فحوصات معمقة من بينها ربما فحص الغدة الدرقية. فيتامين بي 12 aussi, نقص في الفيتامين بي 12 يقدر يكون وراء مشكل في الذاكرة. كونها تقوي خلايا المخ. عندها أهمية كبيرة في 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 في, في الجهاز العصبي. دونك هذه المرحلة اللي تليت الاختبارات الفكرية هذه اللي نديروها. دونك دي زاناليز سانغين سامبل تحاليل دمويه فوالا تحاليل دمويه بعد هذه المرحله نروحوا للتصوير المغناطيسي يعني لي رام سيريبرال وعلاش نديروا لي رام سيريبرال في الاول باش نحيو ثاني الامراض الاخرى اللي تشبه الزهايمر منهم الجلطات الدماغيه منهم ليدروسيفالي يعني زياده ضغط الماء في في المخ كاين ثاني وتعاوننا باش نشوفوا ثاني لو دوغري دو لاتروفي يعني الضمور الدماغي الخلايا الدماغيه وين يلاحق الموقع تاعو باسكو لاتروفي كورتيكال في الزهايمر عندها مواقع استراتيجيه خاصه بالذاكره اللي نقدروا نشوفوها سور اون اي ار ام. كاين تحاليل اخرى مي هاد التحاليل ما نديروهاش عند اي مريض ربما هي معمقه نوعا ما معمقه تحاليل في السائل النخاعي والدماغي هذه نخلوها للحالات اللي او عندنا شك ولا انسان ان جون باسيون ما نديروهاش عند المرضى باسكو الاختبارات الفكريه واللي غير بوف سوفير يقدروا يكفونا انه نشخصوا المرض بعد هذه المرحله اعلان المرض ماهيش حاجه سهله النتيجه صدير باش نقولوا للمريض عندك مرض هي خاصه افراد العائله لانه يعني المريض ربما بدا يفقد المرحله الاولى كيجينا في المراحل الاولى لان وراء مرض الزهايمر راهي حياه اللي راح تتغير دونك هذا الانسان بالك عنده اجراءات اداريه ماليه يقدر يتكلف بها لازم منا مادامو بعقله لكن مادامو بعقله مي لانونس دو دياغنوستيك راهي امر صعيب ولازم ناخذوه بعين الاعتبار ولازم الطبيب اللي فحص المريض اول مره هو اللي يانونسي له باسكو يا اون كونفيونس ثقه موجوده لازم يكون طبيب نفساني معنا لو بسيكولوج معنا و اون بيرسون من لا فامي اللي المريض عنده كونفيونس فيها يعني عنده ثقه فيها قريب ليها باسكو هاد لا بيرسون بالك هي اللي راح تستكلف بهذا صح هو أكيد أنه اكتشافكم للمرض في مراحل بدائية شيء إيجابي وهذه خلينا نتكلموا على دور هذا التشخيص المبكر بمجرد ظهور هذه الأعراض هل له دور ربما في الحد من تفاقم الأعراض فيما بعد يعني الحد يعني راح نحبس تطور المرض هل له دور في هذا أم أنه في كل الحالات المرض ممكن أنه يتفاقم ويروح إلى مراحل أخرى هي للأسف المرض يتطور ولكن كي نكتشفوه في المرحله الاولى يمكننا نبداو الادويه اللي ما عندهاش دور باش تحبس المرض لكن تحد من خطورته ومن سرعه التطور راح نتكلموا عليها بعدكم بعد دونك يسمح لنا نبداو الادويه مبكرا يسمح لنا ان نتكلموا مع العائله ومع المريض العائله لازم بارفوا لا بريز ان شارج familiale elle est plus importante que le patient lui-même التفاف العائله بالمريض هي لازم المريض لازم العائله نتكلموا معها ونفهموهم المراحل اللي راهي جايه واش لازم لهم يديروا هذا المريض لازم له يقعد في يعني يكونوا محضرين نفسهم يكونوا محضرين هذا المريض لازم يقعد في لونفيرونمون تاعو كاين عده دوك نشوفوا في العلاج نتكلموا على العلاج ان كاين مراحل اللي لازم راح تكون صعيبه خاصه يعني اذا وصلنا الى مرحله وين هذا المريض يصبح غير قادر على معرفه ابنائه الزوجه فراح تكون صدمه وبالتالي فأكيد تحضير أفراد العائلة لهذا النوع من المشاكل والمراحل المتقدمة أمر ضروري هذا يخلينا نمر الآن إلى تفاقم أعراض الإصابة يعني فرضا أنه اكتشاف المرض ما كانش في المراحل الأولى وتفاقمت أعراض الإصابة فماذا بيا لو توضحينا أكثر كرونولوجيا الإصابة وأعراض كل مرحلة هي في مرض الزهايمر كاين ثلاث إلى أربع مراحل ولكن لازم نعرفوا أن الأعراض تاع المراحل المختلفة تقدر تكون متشابكة بيناتها
دونك المريض يقدر يدير يلحق لنا في مراحل يعني تاع المرحله الثانيه الثالثه الرابعه في نفس الوقت. دونك المرحله الاولى اللي تكلمنا عليها نسيان بسيط حتى انه افراد العائله ما ينتبهوش للمريض هو صح. اللي يشتكي حتى ان الفحص تاعنا لي تيست اللي نديروه للمريض في المرحله الاولى المبكره نعيطوا لها لا فاس بري ديمونسييل ما قبل الخرف اللي تقدر تكون عاديه يعني سلبيه عاديه في المراحل المتقدمه يبدا الانسان ينسى الاشياء اللي على المدى القصير عنده مشكل في لا كونسنتراسيون في التركيز ما يقدرش يهتم بحاجه في مده طويله والسلوك تاعو يبدا يتبدل ارتباك السريع تغير المزاج من غير سبب بعد هذه المرحله يبدا ينسى قصته الشخصيه يدي ما يعقلش العائلة تاعه ولا الأصدقاء اللي قرب ليه يروح لهم الاسم تاعه ما يعقلش الوجه تاعهم كي تزيد تتقدم الحياه يولي يا سكي امبورطون سي سي لا ديزورينتاسيون تيمبورو سباسيال يعني ما يعرفش وين راه الاتجاه ما يعرف المكان ولا الوقت الوقت ماهوش عارف يقدر يتودر في دون سا بروبر ميزون في دارو ما يعرفش وين راه المرحاض ولا البيت تاعه ولا الغرفه تاعه ولا بعد هذه المراحل ولا في نفس السياق يقدر الإنسان يتغير سلوك النوم يقدر ينام كثير في لا جورني في الليل يبات يمشي يقدر تغير المزاج السريع من حالة سكون إلى بكاء من غير سبب يدخلوا له الشكوك يولي يشك في بوتيتر أعز الناس ليه كاين لا ديبرسيون كي فا سانستالي اوسي كي تاع شغل الاكتئاب هو عرض من اعراض لا مالادي دالزايمر عند المسنين خاصة بدون سبب معين يعني بدون سبب الانسان هذا يقدر يروح له لا كاباسيتي دو جوجمون الحكم ما عندوش الحكم باغ اكزومبل في بيريود تاع سخانه شده حر يقدر يلبس معطف ما يقدرش يفرق يعني واش راهو صار يعني ما يعرفش وين يحط الحاجه ربات بيت تقدر تحط بيجو مونطخ في سكري علبه سكر ولا تخبي الحذاء في الفريجيدير دونك كاين هذو من الاعراض في المراحل الاخيره تاع المرض الانسان تولي صعوبه في النطق ما يقدرش التواصل مع الآخرين راح يكون صعب جدا يقدر يتواصل بالنظر بالبكاء ولا بهبهامات دي غرونيومون لي مو ما يخرجوش مشكل في التبول الاستحمام ايضا ما يقدرش يستحم ما يقدرش يلبس وحده ما يقدرش ياكل وحده هذا الانسان يولي ديبوندون 100% فاقد القدره على الاعتماد على نفسه يقدر يكون مام خطوره على نفسه باسكو يقدر يخرج بدون رحله العوده الى البيت كثيره من هذ المرضى اللي يصيبوهم في ولايات واحده اخرى ولا دونك يقدر يتودر ما يعرفش روحه كيفاش يولي للدار ما يعرف لادريس ايتترا ميم سي لي كلكان دانتيليكتوال اللي على باله لي وين كان في المراحل الاخيره ثانيك يولي مشكل لي شوت فريكونت سقوط الانسان هذا يقدر يولي يطيح بزاف باسكو يفقد القدره على معرفه كيف يرمي الخطوات مالغري انه يعني يولي كطفل صغير يعني يولي كطفل صغير لا il va perdre كاع لي كاباسيتي القدرات اللي تعلمهم في حياته قدرات البلع غير قادر على البلع يولي ما يقدرش ديفيكولتي ما يقدرش واش لاحظنا في امراض الزهايمر وبارفوا يقدر يكون هذا هو لو سين اللي خلينا نفيقوا سورتو الاشخاص اللي عايشين وحدهم نشوفهم يفقدوا الوزن بزاف يسون ديزيدراتي في الصيف علاش يتناولش غذائه ينسى باش ياكل ينسى باش يشرب يعني حيكون فيه فقدان الشهيه ايضا فقدان الشهيه شهيه مذبذبه يعني سواء بوليفاجي ولا ياكل بزاف ولا يحب حاجات ربما الشهيه تبقى لكن باش يوصل انه يلبي الشهوه تاعو ماش حيقدر ما يقدرش
في الحقيقة ما الزهايمر ما يقتلش سي با اون مالادي مورتيل مي هاد لي كومبليكاسيون تاعها على فاز فينال وين المريض يولي حكم الفراش يقدر يدير دي كومبليكاسيون تاع ترومبوليتيك على سبيل المثال. هو اكيد انه حديثنا عن هذه الاعراض راح يخوف الكثير منا كون انه يعني كل واحد منا قادر ينسى وين وضع مفاتيح السياره وين ركن السياره. هي فقدان للذاكره بشكل عفوي او نسيان. فكيفاش ممكن اننا نصنفوا هذا النوع من الخلل اللي يمس خاصه الشباب؟ يعني احنا لاحظنا في الفحوصات اليوميه في النورولوجي لي كونسلتاسيون نورولوجي حتى ولا المريض جا بور لسبب اخر صداع ولا وجع ولا دائما يخرج لنا هذه الشكوى هذه طبيب ننسى طبيب راني ننسى بزاف نحط حاجه نصيبهاش هذه الاعراض اللي راك تتكلم عليها. في الاول لازم نطمن انه المريض هذايا يعني. اول لازم نسمعوه ما لازمش نديروا الغلطه ان نتجاهلوا هذا المشكل هذايا يعني. نسمع المريض نطمنوا و اون ميم طون نعاودوا نقولوا الاستجواب لانتيروغاتوار اي تري امبورطون نشوفوا في لو باسي تاع هذا المريض السوابق الطبيه بيرسونيل سادير شخصيه والعائليه اسكو هذا المريض او عنده في العائله تاعو مريض زهايمر. يكون مريض زهايمر في العائله عندنا كلنا عندنا هذاك الخوف تاع رايحين نديروا هذا المرض. ثاني حاجه نشوفوا لو بروفيل دو مالاد سادير هذا المرض اسكو هذا الانسان اسكو راهو سورمني عنده ارهاق بيريود ديكزاما خدمه ولا مشاكل ولا هذه الاشياء ممكن تكون سبب في هذا النسيان باسكو تقلل من التركيز تاع الانسان وهذا مشكل تاع التركيز هي قلت مشكل تاع الذاكره بالفعل هي قلت التركيز اكثر من مشكل اخر اكزاكتومون صح. كاين حاجات ثاني مشكله واحده خاصه الاكتئاب لا ديبرسيون لا ديبرسيون بو سادير الاكتئاب يقدر يبان لنا على شكل فقدان ذاكره وحنا في الاختبارات الادراكيه اللي نديروها لي تيست كوجنيتيف اللي نديروهم للمرضى كاين اختبار خاص بلا ديبرسيون يخلينا نفصلوا بين مشكلة الاكتئاب هذا الانسان اللي جينا في هذه الحاله ما حيش برك نسقسيوه ونقولوا له ما كاين والو نديروا دي تيست بريليمينير سورتو كي تكون الشكوى مصر عليها وتكون سبب لا كونسلتاسيون ونشوفوا على حسب الاحوال لكن مشكل نكملوا باسكو كاين سكون ابل لي ام سي اي لي مايل كونيتيف امبيرمنت سي دي سي دي كا وين لي سين سون تري تري سي دي ان ستاد بريكوست على مادي قبل ما تبان لا ديمونس هذو حالات صغار لازم حنا نصيبوهم لما لقينا والو والشكوى قعدت سي دي مالاد كون كونترول تو لي 6 موا يعني يكون فيه فحوصات دوريه ما تنقوش المريض هكذاك في لا ناتور. نمروا الان الى نقطه مهمه جدا وهي التكفل العلاجي واللي تبقى امل بالنسبه لافراد العائله. فباختصار ان امكن كيف يكون هذا التكفل العلاجي؟ هل في ادويه معينه تقدم؟ وخاصه ما الهدف من هذا العلاج؟ لانه البعض يعني من افراد العائله بمجرد انه يوصل لك يقول لك هل ممكن ان يشفى نهائيا من هذا المرض؟ هذا هو الهدف تاع لا كونسلتاسيون المريض كي يجي ولا العائله اسكو يبرا ولا راح يبرا ولا ما يبراش. كاين ادويه كاين اربع انواع من الادويه اللي موجوده في الجزائر اللي نستعملوها في امراض الزهايمر في مراحل معينه من الزهايمر. يعني الانسان اللي جانا في المرحله الاخيره دواء من الصعب يعني التحكم الهدف من الادويه الحد واستقرار المرض استقرار وتبطئ تطور المرض صح. لازم نكونوا صريحين انه المرض يكمل يفا ايفولوي مي الانسان اللي يشرب الدواء نعطلو من تطور المرض نقصو سورتو خاصه للمريض جانا في المراحل الاولى من غير العلاج الدوائي باسكو في مرض الزهايمر العلاج الدوائي وحده ما يقدرش غير كافي. العلاج الغير الدوائي عنده اهميه كبيره في لا بريز ان شارج دو مالاد الزهايمر كما قلنا تحفيز
الذاكره. دونك الا كان جانا في المراحل الاولى نقدروا نحفزوه على القراءه على لي جو دو سوسيتي هذوما ونسيو ندخلوا هذا المريض في جمعيات. الحمد لله اكطويلمون كاين موجودين بعض الجمعيات اللي مختصين بهذا وراح يحتك ربما مع مرضى كما هو ويعطوهم وسائل كيفاش يتعاملوا مع الذاكره تاعهم كيفاش يحفزوا الذاكره. ثاني نعطوا نصائح بارابور للغذاء تاع المريض الا كان ما كانش عنده نمط غذائي معين احنا نحفزوه على غذاء معين. اي سورتو سي في لا بريز ان شارج ما لازمش ننساو اللي يقوم افراد العائله سي تري تري امبورطون. لازم هاد اللي راهو يراعي المرض هذا باسكو شفنا مع سادير دون نوتغ في كوتيديان تاع النورولوج انه سوفون اللي يقوم برعايه مريض الزهايمر يدير اون ديبرسيون بالفعل سورتو لو كان وحده. لازم نتفاهموا مع هذه العائله يكون تداول صح ماشي نغيروش لي بيرسون سي با دي بيرسون ماشي ناس غريبين على المريض باسكو الزهايمر ديجا عائلته ما يعقلهاش الوغ واحد غريب اصعب دونك ونسيو ونعاونوا هاد الافراد بنصائح بدي كونسلتاسيون دو بسيكولوجي باش يقدروا يشدوا يواجهوا خاصه مع تطور المرض. هو اكيد انه مرض الزهايمر الاصابه به لا تعني نهايه العالم او ان المريض اقترب من نهايته، فالكثيرون اصيبوا بهذا المرض وعاشوا حياتهم بصوره قريبه من العاديه. هو المهم سرعه التشخيص، المهم التفاف العائله حول المريض. سعدت كثيرا بحضورك دكتور، يعطيك الصحه، ان شاء الله نشوفوك في مواعيد اخرى بحول الله. يعطيك الصحه، كل التوفيق. اذا مشاهدينا البرنامج متواصل، الفقره المواليه التغذيه، ارجو ان تبقوا معنا. تعتبر المكسرات من بين أشهى الأطعمة التي يتناولها الصغار والكبار، وإضافة لطعمها المميز فهي أيضا تحمل قيمة غذائية مهمة للجسم. في فقرة التغذية لنهار اليوم راح نتكلم على مكونات المكسرات، فائدتها وأيضا الأضرار المحتملة. كل هذا راح يكون في وجود المختصة في المجال، نرحب بها الدكتور بن ناصر أميرة. مرحبا بك. الله يسلمك، يعطيكم الصحة على الدعوة. شكرا على حضورك معنا. المكسرات تختلف، فيه اللوز اللي هو الأكثر استهلاكا، وفيه أيضا أنواع أخرى، الجوز، الفستق، البندق، لاكاجو. والمعروف عند عامة الناس أن هذه المواد تحتوي على نسبة معتبرة من الدهون، فهل هذا صحيح؟ وماذا عن باقي المكونات من ناحية القيمة الغذائية؟ نعم هذا الشيء صحيح. هي ديجا يعيطوا لها يعني بالفرنسي يقولوا لي زولياجينو، معناها نقدروا نجبدوا منهم زيت، دونك يعني بلي فيهم كميه كبيره من الزيت. نقولوا حنايا في التغذيه نهضروا دائما ب 100 غرام تاع غذاء شحال فيه من مكون. من ناحيه الدهون عندك 60%، 100 غرام تاع 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 لوز او جوز او او اي من المكسرات يقدر يجيب 60% يعني يقدر يجيب لك 600 حريره 600 كالوري، يعني راهي حاجه راهي قيمه كبيره مرتفعه. دونك فيها بزاف دهون، فيها بروتينات. فيما يخص نعم الدهون، هل هي النوع الجيد لبولي انساتوري او النوع على عاد ما قال انواع يعني هذا هو الحاجه المليحه يعني في المزيج يعني. في المزيج في المكسرات عندنا بزاف انواع، كل نوع عنده الخاصيه تاعو من ناحيه الدهون. دونك فيهم اللي كاين اللي فيهم لي بولي انساتوري من نوع الاوميغا، وكاين واحد اخرين اللي فيهم دهون من نوع مونو انساتوري كما الاوميغا 9. دونك نقدر نقول لك بالتحديد لكل وحده. نعطيك مثال تاع ثلاثه، عندنا مثلا الجوز لي نوا غنيه جدا بالاوميغا 3 اللي هي غير مشبعة، دهون غير مشبعة اللي بولي انساتوري. عندنا البيستاش اللي غنية بالأوميغا 6، ومثلا عندنا لي زاموند أو اللوز غنية بالأوميغا 9. تما أنا نشوفوا بلي هنايا عندنا ثلاث أنواع تاع مكسرات وثلاث أنواع تاع دهون. الدهون الجيدة للجسم. الجيدة للجسم، نعم. قلنا من جهة البروتينات فيهم ثاني بروتين، وخاصة في اللوز اللي نلقى فيها بزاف بروتين، فيها ثاني بزاف ألياف. ألياف ثاني مهمين لصحتنا ونلقاو بزاف المكسرات. من جهة الفيتامينات غنية جدا بالفيتامينات، سيرتو فيتامين أو خاطر فيها الزيت، تسمى هي زيت، هي نلقاو فيتامين أو نلقاوها في الزيوت بزاف، وكما قلنا حنا مضاد الشيخوخة، أنتي أوكسيدان، مضاد الأكسدة، منافع كبار في الفيتامين أو، نتكلموا عليها إن شاء الله من بعد. وفيها ثاني الكالسيوم
من ناحية المعادن نعرفوا بلي غنية جدا بالكالسيوم، فيها نسبة معتبرة من الكالسيوم اللي قدروا نجيبوها هنا تاني من النبات، من المكسرات فيها الكالسيوم، فيها السيلينيوم، فيها الزنك، فيها منافع يعني كبيرة جداً. خلينا نمر إلى الفوائد. شفنا أن المحتوى الطاقوي هو جد متنوع. ما هي أهم الفوائد اللي تعود على الجسم؟ أكيد نتيجة التناول العقلاني. هنشوفوا فيما بعد أنه الكثير منا يعني يتهاون ويتناول كميات كبيرة حتى أنه تلحقوا لمشاكل صحية. كان حتى إفراط كبير نقدروا نتكلموا عليه. في الفوائد يعود الفوائد للمكونات جستمو على الدهون. دونك نعطيو حنا عبنا بلي مثلا الاوميغا 3، دوك معروف جدا ان الاوميغا 3 هي من الدهون يعني اللي تحمينا، تحمي القلب وتحمي الجهاز العصبي، تحمينا من الامراض وتاني تعاوننا يعني مثلا الاوميغا 3 مليحة للذاكرة، ممكن تناولوها لكن نحبوا نكون عندنا الذاكره تاعنا مليحه، ما حتى للبصر. دونك هذه مثلا الاوميغا 3 عندها فوائد كبار. الاوميغا 6، الاوميغا 6 ثاني عندها منافع، ممكن انا نفرطوا بزاف منها في الجزائر نتناولوها بزاف، فالاوميغا 6 فيها منافع كبيره ثاني من ناحيه الوقايه، من ناحيه المساعده في بعض يعني الزورغان تاعنا باش يمشيو مليح، عمل في الوظائف الحيويه فيها بزاف منافع. والاوميغا 9 معروفه، احنا نعرفوا بلي الاوميغا 9 اللي موجوده في زيت الزيتون، ولكن جوستمون الاوميغا 9 موجوده في 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 غذاء واحد اخر مثلا في اللوز. دونك هنا نلقاو بلي هاد المنافع اللي نلقاوها في زيت الزيتون نقدروا ثاني نلقاوها في اللوز، نقدروا ثاني نلقاوها في مواد اخرى. نعم دونك تتحمينا بزاف، قلت لك عائده للفيتامين سي، فيها الكالسيوم دونك مليحه ثاني للناس اللي عندهم هشاشه العظام ولا حتى الناس اللي في النمو الاطفال. عندك فيها ايضا فائده للعضلات، ايضا فيها فائده للعضلات يحبوها بزاف ثاني السبورتيف اللي يديروا بزاف يديروا بزاف سبور، تعاون بزاف. فوالا دونك من فوائد كبيره اللي عندنا في هاد المكسرات. فيما يخص فقر الدم هل يمكن تناوله؟ فيها فيتامين بي 9، فيها فيتامين بي 6 اللي هما زوج فيتامينات عندهم دور كبير، يدخلوا في التركيبات، يدخلوا في التركيبات تاع الدم وتاع تاع الخلايا الدمويه. دونك بيان سور فيها منافع للناس اللي عندهم يعني فقر الدم ولا انيمي. مشكله المكسرات هي انه الشخص ممكن ان نقع فيها جميعا، هي انه الشخص بمجرد انه يبدا يتناول فيلقى روحه يعني حبه مرخوتها، حتى يلقى روحه تناول كميه كبيره. هذا اكيد يخلينا نتكلم على النقطة الموالية وهي الأضرار المحتملة، ود لو توضحين أكثر هذه الأضرار. الأضرار صح عندنا احنا في الجزائر يعني كما نقولوا احنا في المود يعني كاين اللي يقولوها التبنات هكذا يعني ياكلوا بزاف كمية كبيرة نحطوا قدامنا وناكلوا، ممكن واحد يشوفها ويشوف التلفزيون أو يقصر ياخذ معها لاتاي وش نقول لك، هي من ناحية العادة هذه فيها المليح وفيها الماشي مليح. المليح أن نتناولوا هاد لي غران هادو او لي زاليمون هادو المكسرات ملاح، ولكن من جهه واحده اخرى الافراط ماشي مليح سورتو فيهم الملح، اللي فيهم الملح صح. هنايا حنا ناكلوا كميه كبيره وزيدوا لها الملح، الى ثاني طابوا نهضروا الى جازوا على يعني لا سخنوا الفوائد هذوك تاع الاوميغا اللي هضرت لكم عليها تقل قادره ميم تروح كاع كما الاوميغا 3 بزاف يعني تري سونسيبل للحراره. قلنا فيها بزاف الحريرات، دونك سي نورمال واحد كياكل 100 غرام تاع اي مكسر يعني من هادو المكسرات راح تكون عندك 600 كالوري، و600 كالوري هي تقدر تكون ثلث او ربع تاع واش لازم ناكل في النهار. الاحتياج اليومي، الاحتياج اليومي تروح لي غير في المكسرات. يعني هنا سي نورمال واحد كياكل 100 غرام كل يوم راح تكون 600 كالوري اضافه صح. وهنا يقدر يكون زياده في الوزن صح. دونك الافراط منها تقدر تكون في الوزن، تقدر تكون مشكل ثاني في في في, في الكولون في الهضم، فيها الياف صار لازمش واحد يكثر صح. وتاني كي ناكلوا بزاف ما نمضغوش، وكمان مضغوش يقدر يضرنا بالفعل. شفنا أن المكسرات أنواع، وربما السؤال يدور في بال المشاهدين وباش تنصحيهم يعني وشنو هي الحاجة اللي تنصحيهم بتناولها وفيها فائدة أكبر للجسم؟ الحمد لله كاين أنواع والحمد لله كاين تانيك يعني كما نقولوا احنا في الجزائر هم كاينين متوفرين رغم انه ثمنها نوعا ما باهظ يعني في السنوات الاخيره اصبح من الصعب اقتناعها. نعم باسكو صح كانت مع الاول ممكن كانت حاجه خاصة اللي ما نقدروش نحولها، الجوز وصل الى ثمن جد كبير صح. حنا على بالنا باسكو في عوايدنا يدخل في الحلويات، يدخل في كيجيو موسم كما العراس ولا صح الثمن يكون بزاف عالي مرتفع. ولكن المنافع تاعها ما نسحقوش ناكلوا بزاف، هذا واش حبيت يعني نوصل
المعلومه ما نسحقوش ناكلوا بزاف منهم باش يكونوا المنافع يعني نستفادوا من المنافع. اللي نقدروا نخيروا واش نقول لك، حنا في الجزائر ناقصين بزاف الاوميغا 3، دونك ممكن يكون الاختيار اللي كنت تقولي الحاجه المليحه كاع نقول لك ممكن هي الجوز لان هي اللي فيها الاوميغا 3 بقيمه هائله، ولكن كامل فيهم فوائد على شرط كما قلنا من عدم الافراط في تناولها. نشوفوا ايضا انه فيه بعض الخلطات تباع يعني نوجدها في مختلف المحلات، هي عباره عن مزيج ما بين هذا المكسرات والعسل الحر الحر، ويقال ايضا انها تساعد على تحسين الخصوبه، فالى اي مدى هذا صحيح؟ الوغ كي نشوفوا من ناحيه يعني هذا الخليط هذا اللي يقدر يشريه يعني الانسان، نشوفوا من ناحيه القيمه الغذائيه. صح الا كان عسل ديجا اولا صح يعني يكون عسل حر، هذه اول شيء. ثاني شيء لازم تكون خلطه بالمكسرات اللي يكونوا يعني ما نقولكش جدد او قدم، بصح يكونوا بنوعيه مليحه يعني ما يكونوش قدم بزاف، لان كل ما يقدم الغذاء كل ما قيمته الغذائيه راح تنقص. يعني انا نصيحتي ان ممكن هذه الخلطه الناس يديروها في الدار خير من نشريوها ممكن، ولكن هاد الفوائد عايدين واش يوليو الواش يوليو يعني لا ريشيس تاع السيلينيوم والزنك. هاد الزوج معروفين بلي ملح بزاف للخصوبه، يحسنوا من انتاج الحيوانات المنويه. نعم، دونك لا فيرتيليتي سورتو عند لوم، يعني هي هما اللي فريمون يعني تساعدهم هاد الخليط. ولكن كما قلت لك ما لازمش يكون فيه بزاف يعني السكر، لان المشكل العسل كي تخلطها مع العسل ولا العسيله ماهيش كيف. هذه اول شيء. ثاني شيء كي نهضروا على الخصوبه، انا نصيحتي انه يتخلط اكثر مع البولان يعني حبوب الطلع او مع لا جولي رويال يعني غذاء ملكة النحل. هنا صح نستفادوا بكاع الفيتامينات والمعادن وكاع لي زوليغو اليمون اللي يسحقوهم لا فيرتيليتي، موجوده في العسل الحر وايضا في المكسرات في مواد خليه النحل، يعني خاصه كما قلت لك حبوب الطلع ولا جولي رويال. وكاين ثاني شويه في العسل لكن بالقيمه اقل. دونك وزيد العسل عندنا ثاني من جهه الحريرات ومن جهه السكر. صح ما يقدرش يتناولوها ممكن كامل، واحد ممكن عنده سمنه او مرض ما يقدرش يروح ياكل هذه الخلطه، راح يكون فيه بالمقابل مشكل اخر. يعطيك الصحه. هو المهم في كل هذا وفي هذه النقطه هي دائما التاكد من مصدر هذه المواد. نعم. خاصه العسل الحر اذا كان ثمنه نوعا ما زهيد فما لازمش الانسان يقول درت لافير يعني ويشري بالك عسل اللي ما عندهاش فائده كبيره على الجسم، خاصه روحه بحاجه يعني تحسن علاج. هو علاج، وبالتالي فالعلاج يعني الانسان لازم يكون متاكد من المصدر. كاخر سؤال وباختصار، مرضى السكري اللي هم كثيرون هل يمكنهم تناول هذه المكسرات، خاصة وأنه مشكلة مرضى السكري وأنه الحاجة اللي ما كانش يأكلها من قبل نهار كي مرض يولي يحب يأكلها، وبالتالي فهل يمكنهم تناول هذه المكسرات وما هي الكمية التي ينصح بها؟ يعني بدأ بيا يعني يكون براتيك، هل فيه كمية معينة يمكن يتناولها وما هو النوع اللي يفضل تناوله؟ اللي عندهم يعني الديابيتيك اللي عندهم داء السكري يقدروا يتناولوا، هذه حاجة مليحة يقدروا يتناولوا لأنه يقعد غذاء ويقعد فيه منافع ويقعد طبيعي. أول شيء نقول لهم يقدروا ياكلوه لكن ما ياكلوهش، ممكن ياكلوه مر الماكلة باش ما يكونوش هذيك السعرات الحراريه هذوك لي كالوري يكونوا ديريكتومون يعني ابسوربي امتصاصهم يكون مباشره هذه الاولى. مهما يكون يعني الاندكس جليسيميك يعني الكميه اللي تطلع في الجلوكوز في الدم ماهوش كبير، خاطر فيهم الياف قلنا غنيين بالالياف. ثاني شيء ما ياكلوهمش مالحين. هذا هو الخطر، هو الخطر انه ياكلوهم مالحين بزاف او حتى يطيبوهم بزاف حتى دي فايت حرقوا، هذا هو الخطر ليهم. هذا بالنسبه اللي عندهم داء سكري. الكميه اللي نقدروا نتناولوها هي اون جينيرال 21 غرام في النهار. 20 غرام نقدر نقول لك مثلا هذه الكميه اللي انا نشوفوها هنا قدامنا من نوع واحد او نقدروا نديروا خليط. دوك ناخذ شويه من هذا شويه من هذا 20 غرام ما يضرش، لكن المشكل كما قلت انت انا ناخذ صحن كبير ما يولي مشكل. والناس اللي عندهم هم اللي يحبوا على الخصوبه يقدروا يطلعوا حتى 40 غرام حتى 60 غرام على حسب اذا كانوا في السمنه او لا، لانه هذاك اللي قلنا المكونات اللي فيه اللي يهمهم لازم يكونوا شويه اكثر. ولكن احنا نقولوا ان الكميه المليحه والدراسات اللي اندارت هي 20 غرام في النهار يوميا من جهه سعرات ما حتكون بزاف، من جهه الكالوري ومن جهه الفوائد حيكونوا بزاف. اكيد نورتينا بحضورك، يعطيك الصحه، سعدت كثيرا بهذا كل هذه
هذه المعلومات القيمة. إن شاء الله نشوفك في أعداد لاحقة بحول الله. يعطيك الصحة. إن شاء الله. إذن المشاهدين، قد يصاب البعض منا بمشكلة الفتق والمعروفة عندنا بالبعج، وقد يتساءل بعد تلقي العلاج هل في إجراءات معينة يجب التحلي بها من أجل إعادة عدم ظهوره مرة أخرى؟ وقد يتساءل البعض الآخر هل يمكن أننا نحمي أنفسنا من الإصابة بهذا المشكل؟ مشاهدين، الإجابة عن كل هذه التساؤلات وأخرى رح يكون بعد الفاصل، وأكيد في وجود المختص في المجال اللي رح نستضيفه بعد قليل. بقوا معنا. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول مشكلة الفتق أو ليرني ولا البعج وكيفية الوقاية من هذا المشكل، أسعد باستضافة الدكتور وليد محمد، هو طبيب مختص في الجراحة العامة. دكتور وليد، ربما مميز حياتكم اليومية كأطباء مختصين في الجراحة العامة هو أنكم تتلاقوا كثير مع حالات فتق، وربما يمكن اعتبارها من بين أهم دواعي الفحوصات، يعني دي موتيف دو كونسلتاسيون في مصلحة الجراحة العامة. فأود الدكتور أكيد بعد الترحيب بك لو توضح لنا أكثر ماذا يحدث بالضبط على مستوى الجسم حتى تظهر الإصابة أو يظهر مشكل الفتق، وهذا بغض النظر عن أنواع الفتق اللي راح نشوفوهم بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخ حمزة، تحية للجمهور الكريم. الإجابة هذا السؤال نستطيع القول أن الفتق أو لايرنيانجينال أو البعج باللغة الدارجة يحدث عادة في مناطق معينة من بطن الإنسان. هذه المناطق معروفة بهشاشتها أو بضعفها، بالمناسبة تسمى بالمناطق الهشة أو ليزون دو فيبلاس، مما يؤدي إلى ظهور أو نتوء أو بروز محتوى بطن الإنسان لغالب ما يكون الأمعاء من خلال هذه الفتحات خارج جسم الإنسان. هذه الأمعاء تكون مغلفة في غشاء أو كيس يسمى باللغة الأجنبية الساك فيغيتونيال. هذا الفتق قد يكون في عضلات البطن الخارجية، وفي هذه الحالة يكون ظاهر للعيان، يكون ملاحظ من طرف المريض نفسه. كما أنه قد يكون داخل بطن الإنسان، مثل مثلا فتق الثغرة الحاجبة. وهل في ربما أعراض معينة يعني من غير الفتق الظاهري ليظهر، يعني ليخرج فيما يخص النوع الداخلي، هل في أعراض معينة تظهر أم تشخيصه ربما يكون دو فاسون فورتويت، يعني بدون عرض معين؟ بالنسبة للفتق الداخلي في الحقيقة هو مصنف، هو خارج التصنيف، هو غير مصنف مع أنواع الفتق الخارجي، لأنه أعراضه هو غير أعراض الفتق الخارجي. أعراضه في الغالب متعلقة أكثرها بالجهاز الهضمي، تكون مضاعفات ربما مباشرة أحيانا، انحباس أو لوكليزيون ما يعرف بلوكليزيون، أحيانا تكون يظهر من خلال مضاعفات كما تقول لوكليزيون، أحيانا يكون مجرد تغييرات في أعراض هضمية مثلا، مثل ما يعرف بالدرجة الحريق مثلا. أحيانا تكون تشخيصها دون فاسون فورتويت بار اكزومبل عن طريق المنظار الداخلي. طيب خلينا الآن نمر إلى أنواع الفتق، وأكيد أن هذه الأنواع تختلف على حسب المنطقة، فأود لو توضح لنا أكثر أنواع هذا المشكل. في حقيقة الأمر الفتق يختلف باختلاف المنطقة الموجود بها، فمثلا أشهرها الفتق الأربي أو ما يعرف بالأيرنيانجينال، هو فتق موجود في أسفل بطن الإنسان أو بين البطن والفخذ، هو فتق يظهر أثناء حالة الاستقامة أو الوقوف، يختفي أثناء التمدد، يظهر أحيانا أثناء السعال، يعرف الإنسان بمجرد ملاحظة، يعني يخرج ويدخل، يخرج ويدخل. هذا في الحالة عادية، كما أنه هناك حالات مضاعفات هذا الفتق إذا كان عملية اختناق المحتوى الفتق لترونغلومون إغنيير. هناك أيضا الفتق فقط هو ربما أكثر وجودا عند الذكور أكثر من الإناث؟ في الغالب هو موجود عند الذكور أكثر من الإناث. في المقابل الفتق الفخذي أو الأيرنيال هي الأيرنيال الجارة بالنسبة للأيرنيال، صح التعبير. الفرق بينهما هو دقيق جدا، يعرفه أهل الاختصاص.
بالمقابل هذا النوع موجود عند الإناث أكثر منه عند الذكور. هناك أيضا الفتق السري موجود نلاحظه بكثرة عند أطفال حديث الولادة، يعني في منطقة السرة. في منطقة السرة بالضبط. هناك أيضا وهذا الفتق موجود أيضا عند النساء الحوامل. هناك أنواع أخرى مثل فتق الثغرة الحاجبة اللي تكلمنا عنه، الإرنياطال، هو عبارة عن مرور لجزء من المعدة داخل القفص الصدري، داخل القفص الصدري من خلال الثغرة الحاجبة. هناك أيضا الفتق الجراحي. الفتق الجراحي هو فتق يحدث بعد العملية الجراحية، هو من مضاعفات العملية الجراحية. يعني راح يكون في تلك المنطقة نوع من الفيبلس، راح تكون فراجيليتي، وبالتالي فراح يسهل من إعادة ظهور هذا الفتق مباشرة. خلينا الآن نمر إلى أسباب الإصابة بالفتق، وهذا أكيد يدخلنا بعين الاعتبار أنواع الفتق، يعني سبب كل نوع. جيد. بالنسبة للأنواع نستطيع في حقة الأمر نقول أن لا يوجد هناك سبب واحد ومباشر لظهور الفتق، وإنما الفتق هو عملية، هو نتيجة لعدة عوامل مجتمعة يتعلق بعضها بجسد الإنسان نفسه، أحيانا يتعلق بنوع أو صلابة أو متانة عضلة البطن، يتعلق بعضها ببعض السلوكات أو العادات السيئة اليومية يقوم بها الشخص، اللي هي مثلا الطريقة الخاطئة لحمل الأثقال. هناك أحيانا حمل الوزن أكثر مما يطيقه الإنسان. هناك من بين الأسباب كذلك أحيانا بعض الأمراض المزمنة المحفزة لظهور هذا المرض، لا سيما الإمساك الشديد، لا سيما السعال المزمن، الربو، ربما الربو مثلا. هناك عدة أسباب، كما أن هناك أسباب السمنة أيضا، السمنة من بين الأسباب مثلا. طيب الآن المريض قام بالعملية الجراحية، هل فيه ربما إجراءات سلوكيات يومية يجب التحلي بها من أجل منع إعادة ظهوره مرة أخرى، خاصة وأن المريض هو معرض يعني لإعادة الإصابة بهذا المشكل مرة أخرى؟ بالنسبة لما بعد العملية الجراحية ولتجنب مضاعفات ما بعد العملية الجراحية، ينصح وبكل بساطة باتباع نصائح الجراح حرفيا. على المريض مثلا أن يأخذ دواء الموصوف من طرف الطبيب، أن يأخذ مضادات الألم لتجنب الألم، يأخذ مضادات الحيوية لتجنب التعفن، عليه بتغيير ضمادات يوم بعد يوم، عليه وهذا هو الأمر المهم بتجنب خاصة حمل الأثقال، هذا ما ننصح به عادة المرضى خاصة في الشهر الأول. تقول لي ما هو الوزن مثلا، الكمية اللي ممكن حملها، المسموح بحملها، هذا سؤال مطروح غالبا من طرف المرضى، لأنه إذا سمحت لي دكتور وليد، هي من غير المعقول أنه الشخص يعني خاصة إذا كان رب عائلة، فمن الصعب أنك تقول له ما ترفدش ما تحملش، لأنه في حياته اليومية هو ملزم أنه يروح يقضي يرفد أشياء، وبالتالي فيعني من الصعب أنه ما يحملش أجسام ربما نوعا ما ثقيلة. لذا فهل في ربما وزن معين يجب التقيد به؟ بالضبط. للجواب عن السؤال نقول في الحقيقة هو لا يوجد هو وزن معين محدد، وإن كان غالبا ما نقول أنه لا يمكن تجاوز 10 كيلوغرامات في خلال الشهر الأول طبعا، ولكن في الغالب كل وزن يؤدي إلى ضغط عضلات البطن فهو يعني استخدام لعضلات البطن، كل وزن يؤدي إلى استخدام عضلات البطن فهو الوزن الممنوع في الغالب. طيب فيما يخص الرياضة بعد العملية الجراحية، خاصة إذا المريض هو شاب وربما كان يمارس الرياضة من قبل، فبعد مرور كم من وقت بعد إجراءه للعملية الجراحية يمكن أن يعود يولي للرياضة، وهل فيه تقيد برياضات معينة، يعني خاصة إذا كان الشباب، يعني نشوفوا أنه كثير من الشباب يلجؤون لرياضة كمال الأجسام، فهل يمكن للمريض اللي تلقى العملية الجراحية أن يعود يولي إلى هذا النوع من الرياضات؟ بالنسبة للرياضة في الغالب ما ننصح المرضى باستئناف الرياضة بشكل تدريجي. طبعا بعد المعافاة تماما من العملية الجراحية، ننسى أن المريض قد قام بعملية جراحية، بعد المعافاة من العملية الجراحية ونزع الضمادة إلى غير ذلك، يمكنه أن يستأنف الرياضة بشكل تدريجي، يبدأ بالمشي مثلا، ثم الجري، ثم التمارين الرياضية الخفيفة،
ولكن ما لا ينصح به تماما هو رياضات حمل الأوزان، لأنها ممنوعة منعا باتا للأشخاص الذين قاموا بعملية جراحية من أجل الفتق، أو من الأشخاص المعرضين للفتق، لا سيما الأشخاص اللي عندهم هشاشة في عضلة البطن. الآن نمر إلى فئة النساء اللواتي تلقينا علاجا أو عملية قيصرية، قمنا بعملية قيصرية من أجل الولادة، فهل هن أيضا معرضات لهذا النوع من المشكلة، يعني الفتق؟ بالنسبة للعملية قيصرية، هي عملية هي كغيرها من العمليات الجراحية عرضة لظهور الفتق، لا سيما إذا علمنا أن هذه العملية غالبا ما تكون في نفس الموضوع والموضوع بطريقة متكررة، صح، مما يؤدي إلى تضعيف تلك المنطقة، أكثر هشاشة، أكثر هشاشة لعملية العلاج هيكون كغيرها من علاجات علاج الفتق الجراحي بوضع شبكات إلى غير ذلك. هو مشكلة الفتق دكتور وليد أنه بمجرد أن المريض تقوم له بفحص الليكوغرافي ولا الفحوصات المعمقة وحتى عن طريق الفحص السريري، بمجرد أنك تقول له عندك فتق فما رح يتقبل العملية الجراحية، كثير يتخوف من العملية الجراحية ويتسألوا إذا كان فيه ربما طرق علاجية أخرى من غير الجراحة، وش تقدر تقول لهم، وهل من مضاعفات محتملة بالنسبة للناس يعني اللي تتهاون في علاج هذا المشكل؟ جوابي لك الأخ حمزة أن نقول أنه حاليا في الوقت الحالي لا يوجد أي علاج للفتق من غير العملية الجراحية. العملية الجراحية هي الحل الوحيد لعلاج الفتق، مشكلة الفتق. تقول لي الأشخاص المترددين أو الأشخاص الخائفين، استطيع أن نطمئنهم ونقول لهم حاليا التقنيات الجراحية تطورت بشكل ملفت، سواء من الجانب التخديري أو الجانب التقني الجراحي، خاصة بعد ظهور عملية الجراحية بالمنظار اللي عندها إيجابيات كثيرة، لاسيليوسكوبي، إيجابيات كثيرة مقارنة بالجراحة الكلاسيكية، ربما ألم أقل، استئناف عمل في مدة قصيرة جدا. هذا ما يحفز الناس حاليا إلى القيام بعملية الجراحية بكل سهولة، خاصة من الجانب التخديري أيضا. التخدير الآن أصبح التخدير نصف جسدي، ليس تخدير كلي على مستوى الظهر. إذن هناك محفزات يعني نستطيع أن نطمئن بها الناس أنهم يقوموا بعملية الجراحية بشكل سهلة وبسيطة. خلينا نختم بأهم نقطة في الموضوع إن أمكن باختصار. فيه كثير من الناس عم يتابعوا فينا الآن هم غير مصابين بمشكلة الفتقة ويتساءلون ربما إن كان فيه وقاية من هذا المشكل، في عجالة ما هي أهم النصائح اللي ممكن أنك تقدمها لهم؟ الفتق هو أمر وارد لكل إنسان، لتجنبه يمكن ننصح بكل بساطة بممارسة الرياضة يوميا، ننصح بتخفيف الوزن بالنسبة للشخص البدين، ننصح كذلك بتجنب بعض السلوكات والعادات السيئة كما أشرنا إليه آنفا كحمل الأثقال بطريقة خاطئة، ننصح بعلاج الأمراض المزمنة المحفزة لظهور هذه الأمراض كالإمساك السعال إلى غير ذلك. صح. إذن فيما يخص الوقاية فعلاج الأسباب أو تفادي العوامل المحفزة ويبقى أهم شيء يجب التقيد به. شكرا على حضورك وشكرا على كل هذه المعلومات القيمة. بارك الله فيك. شكرا لك. إذن مشاهدينا البرنامج متواصل، نعرج بكم الآن إلى آخر جزء من عدد اليوم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. تحية متجددة لكم مشاهدينا، مكملين لبرنامج العيادة، وصلنا بكم إلى آخر فقرة دكتور أونلاين والإجابة عن البعض من استفساراتكم الصحية اللي أكيد استقبلناها على صفحة البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتي الخاصة. يلا بدون إطالة نمر إلى أول سؤال. ابنتي تبلغ من العمر 5 أشهر، عينها اليمنى تدمع كثيرا، هل هذا عادي وهل يجب أن أخذها عند طبيب العيون؟ لا، أكيد يجب أنك تأخذها عند طبيب العيون من أجل فحص تلك المنطقة. هو من الأرجح أن يكون عبارة عن انسداد في القناة الموجودة ما بين العين وأيضا الأنف، أو المعروفة باللغة الفرنسية لو كانال لاكريمال. غالبا في الأشهر الأولى قبل 6 أشهر نطلب من الأولياء أنهم يقوموا فقط بدلك تلك المنطقة
المنطقة، وغالبا ما تتحسن حالة المريض أو حالة الطفل سريعا. الآن بعد 6 أشهر وقعدت العين تدمع، فممكن أننا نلجأ لتقنيات بسيطة نعمل من خلالها على إعادة فتح تلك القناة مرة واحدة ثم مرتين ثلاث مرات، وفي أيضا تقنيات أخرى جراحية ممكن نلجأ إليها في سن نوعا ما متقدمة. نمر الآن إلى ثاني السؤال. أمال من مسيلة، تزوجت منذ 8 أشهر ولم أحمل بعد، وأنا قلقة من وجود مشكل صحي حال دون قدرتي على الحمل، هل يجب علي الفحص؟ هو الإجابة جد بسيطة، إذا كان سنك أقل من 40 سنة فيجب الانتظار حوالي سنة بعد الزواج ودون استعمال موانع الحمل. هنا الفحص نركز على نقطة مهمة، وهي أن الفحص ما يخصكش فقط أنت، وإنما يخص أيضا الزوج، كونسلتاسيون دو كوبل. الآن إذا سنك فوق 40 سنة فالفحص لازم يكون بعد 6 أشهر بعد الزواج ودائما دون استعمال موانع الحمل. نمر الآن إلى ثالث السؤال. سيدة من العاصمة، أعاني من ظهور للشعر في الذقن، الصدر والبطن، هذا يقلقني جدا، أريد أن أعرف ما هو السبب وهل فيه علاج أم لا. هو فيما يخص مشكلة ظهور الشعر في مناطق قول غير معتادة عند المرأة، فممكن جدا أن يكون ما يعرف باضطراب في الهرمونات الذكرية، رح يكون فيه زيادة في الهرمونات الذكرية عند المرأة. احنا دائما بمجرد أننا نكتشف هذا المشكل عندما تقوم المرأة بالفحص، فحنقوم بفحوصات معمقة نشوف من خلالها إذا ما كانش فيه مشكل عضوي ما أدى إلى هذا الاضطراب وزيادة في الهرمونات الذكرية. الآن إذا كان هو فقط خلل بسيط، فممكن أننا نقدم لها أدوية، كما ممكن أنها تلجأ للعلاج عن طريق الليزر، ولنعمل من خلاله على استئصال الشعر كلية من الجدر. إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد، نتمنى أنكم قضيتوا وقت مفيد برفقتنا طيلة هذه السويعة. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم بحول الله، إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كل من خدمكم، إلى اللقاء.